أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العلي العظيم. كلام ربما من الأفضل لا تسمعه النساء، لأنه يقال أن هذه المشكلة خاصة بهن، كلا، هذه المشكلة ليست خاصة بالنساء، وإنما البعض يعتقد أن النساء أكثر تعرضاً لها، أو هذه المشكلة أكثر شيوعاً فيهن. كثير من الرجال أيضاً عندهم هذه المشكلة. هذه المشكلة ليست مشكلة صغيرة تفوت، إنما هي مشكلة كبيرة تنتهي إلى مشاكل كثيرة جدا. هذه المشكلة هي مصدر لأربعة أبعاد من المشاكل. أولا، هذه المشكلة مصدر من مصادر مجموعة من المشاكل النفسية التي قد تنتهي في بعض الأحيان، أو لعلي أقول في كثير من الأحيان، تنتهي إلى أمراض نفسية. ثانياً، هذه المشكلة من مصادر مشاكل روحية والعياذ بالله تعالى، وهذه هي الأخطر.
ثالثا هذه المشكلة من مصادر كثير من المشاكل الاجتماعية والعائلية بصورة خاصة. رابعا هذه المشكلة من مصادر المشاكل الكثيرة الاقتصادية للناس. ما هي هذه المشكلة بهذا الحجم الكبير؟ مصدر لمشاكل في أربعة أبعاد. هذه المشكلة التي يقال إنها أكثر شيوعاً في النساء هي مشكلة التصنع الشخص. يرى شخصا آخر عنده شيء يريد أن يكون هو مثل ذلك الشخص. عنده أموال كذائية، أنا أريد أن يكون عندي مثل تلك الأموال. وأحيانا الشخص يعرض نفسه لأتعاب شديدة في سبيل أن يكون مثل ذاك. هو أجمل مني. الشخص يعرض نفسه أحيانا لعمليات جراحية حتى يصير بمستوى جمال ذاك. كم من عمليات التجميل تكون بهذا السبب؟ أضرار كبيرة جسمانية. هو عنده دار كذائية، أنا أيضا أريد أن تكون عندي مثل تلك الدار. هو عنده سيارة كذائية لأنه عنده، لا لأني أحتاج، لأنه عنده. أخي، صديقي، ابن عمي، زميلي عنده السيارة الفلانية، أنا أيضا أريد أن تكون عندي تلك السيارة أو مثل تلك السيارة. والأمثلة بالآلاف، لا بعشرات الآلاف، لا أصلا لا تحصى لكثرتها. كم مثالا كل واحد منا يعرف إن لم يكن هو مبتلى أصلا. تقريبا للصورة أمثل لكم مثالا، هذا المثال طبعا لا ارتباط له بحديثنا، لا ارتباط له بموضوع التصنع، في بعد آخر ولكن له شبه. المثال في بعد الأكل. في الحديث الشريف: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الأكل الصحيح هو الأكل الذي يكون عند الجوع. الناس يأكلون غير هذا الوقت عند الجوع، يأكلون في ثلاث فرص أخرى أيضا. بعض الناس يأكل الطعام عند ساعة معينة، هو فطوره عند الساعة الثامنة تقريبا، صارت الساعة الثامنة يذهب يأكل حتى لو لم يكن جائعا. ثانيا في وقت اجتماع الأهل، اجتماع الأقارب، اجتماع الأصدقاء، طلعة شباب، هم يأكلون، هذا أيضا يأكل حتى لو لم يكن جائعا يأكل. ثالثا إذا رأى طعاما منظره جذاب، رائحته رائحة طيبة، يأكل.
حتى لو كان قد أكل أكلا كاملا قبل ساعة. هذه الثلاثة خطأ. الصحيح هو الأول، عندما تجوع كل. هذا مثال الأكل، هذا المثال كمثال. الشراء في بعض الناس هكذا، المفروض أنت تشتري شيئا بقيدين، شيئا تحتاجه وبمقدار حاجتك. الناس يشترون هذا، بعض الناس بالإضافة إلى هذا يشترون في ثلاث فرص أخرى أيضا، يذهبون إلى السوق من دون وجود حاجة. هكذا عندما تذهب إلى السوق بطبيعة الحال في أكثر الحالات سوف تشتري شيئا. أنت ذهبت أصلا من دون حاجة. يشتري بعض الناس عندما يكون مع مجموعة، هم اشتروا أنا أيضا أشتري، هم احتاجوا أنت ما احتجت. هذا ثانيا. ثالثا يشتري الشخص بضاعة رآها أعجبته هذه البضاعة، لا يحتاجها الآن يشتريها. هذه الثلاثة خاطئة. الصحيح هو الأول فقط، عندك حاجة اشتري بمقدار حاجتك. كم من البضائع التي تبقى في بيوتنا اشتريناها بقيت ستة أشهر سنة ما استعملنا هذه البضاعة، يعني ماذا؟ يعني ما كانت محل حاجتي. قضية التصنع ليست خاصة فقط بالشراء، لا، في أبعاد كثيرة بعد من أبعادها الشراء. قضية التصنع تأتي بالنسبة إلى كثير من الناس. هذا تاجر يرى تاجرا آخر عنده شيء معين، هو يريد أن يكون عنده ذلك مثل ذلك الشيء، لا لحاجة لأن التاجر الفلاني عنده. التاجر الفلاني دخل في تجارة معينة، هذا لا يعرف هذه التجارة، أيضا هذا يدخل في تلك التجارة لأنه عند ذاك. هذه المشكلة موجودة حتى وهو غريب، وليس غريبا، بشر، موجودة حتى في الحكام. الحاكم الفلاني للبلد الفلاني عنده الميزة الكذائية، هذا أيضا يريد أن يكون مثل ذلك. عجيب، ذاك ظروف بلده، ظروف خاصة، ظروفه، إن أردنا أن نبرر طبعا، ظروفه ظروف خاصة. أنت لست ذاك، أنت أنت، هو هو، لا، عنده ميزة، هذا أيضا يريد أن يكون، أن تكون عنده تلك الميزة. هذه المشكلة موجودة حتى في العلماء. العالم الفلاني عنده العلم الفلاني، أنا لا أحتاج ذلك العلم، هو يحتاج هذا العلم، لا، أنا أيضا أريد أن يكون عندي مثل ذلك العلم. نحن رأينا في الحوزات العلمية، رأينا ذلك، شخص يتعلم الفلسفة لحاجة، هو ضمن منهجه في خدمة الدين يتعلم الفلسفة، الصحيح منها، الخطأ منها، طبعا الفلسفة فيها أخطاء كثيرة، الفلسفة التي تدرس اليوم، يتعلمها للرد على تلك الأخطاء لأي سبب، عنده سبب، أنا لا أحتاج فلسفة، لا، أنا أيضا أتعلم الفلسفة فيها برستيج. هو تعلم النحو، تبحر في علم النحو، هو مدرس العلوم العربية، هو يلزم أن يتبحر في علم النحو، أنا لا أحتاج النحو إلا بمقدار فهم النصوص الشريفة، لا، هو تعلم، أنا أيضا أريد أن أتعلم، أكون متبحرا في علم النحو. هو تعلم علم المنطق، علم المنطق ضمن المنهج الحوزوي الطبيعي، مقدار منه، مقدار ما ينفع في الاستدلال.
فلان تبحر في علم المنطق، كتب كتابا ثمينا في علم المنطق، أنا أيضا أريد أن أتبحر. هو مجاله، أنت ليس هذا الشيء مجال لك. يعني في كل الطبقات هذه المشكلة تأتي، لأنه عنده كذا أنا أيضا أريد أن يكون عندي مثل ذلك الشيء. يا أخي أنا أحمد، أنا لست حسنا، أنا لست جعفرا، أنا لست قاسما، أنا أحمد، ظروفي ظروف أحمد، حاجاتي حاجات معينة، هو هو، أنا أنا. لماذا تريد أن تكون مثله؟ كن نفسك، عش حياتك. ننظر، عنده كذا. فقط مجرد نظرة، لا، يأتي لك بالويلات، مصدر لكم من الأموال التي تتلف في هذا السبيل. المرأة تريد أن تذهب إلى المجلس الفلاني، لو ما كانت تريد أن تذهب ما كانت تشتري ملبسا معينا. لا، هناك النساء يلبسن ملابس فاخرة، هذه أيضا يلزم أن تشتري، هي لا تحتاج، لو كانت هي لنفسها ما كانت تشتري، لأنهن يشترين ملابس فاخرة، يلبسن ملابس فاخرة، هذه أيضا يلزم أن تلبس ملابس فاخرة. كم من الأموال، القضية ليست خاصة بالنساء، حتى الرجال، كم من الأموال تتلف في هذا المجال، كم من الأمراض، ليس فقط مشاكل نفسية، أمراض نفسية الناس يصابون بسبب هذه المشكلة. يريد أن يكون مثله، ما تمكن، يحصل عنده إحباط، الإحباط يتراكم يتراكم، يسبب له مرضا نفسيا. على ماذا؟ كم من الأعمار تتلف، كم من المشاكل الاجتماعية، كم من المشاكل العائلية تكون بسبب هذه المشكلة. الأخطر من ذلك، كم من المشاكل الروحية، ذنوب، كم من الذنوب ترتكب بسبب أن الشخص يريد أن يشبه نفسه بفلان أو بفلانة. مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، والنماذج لا تحصى. هذا البعد السيء من هذه القضية، قضية التصنع، يعني ماذا؟ يعني يوجد بعد إيجابي؟ نعم، يوجد بعد إيجابي، لعلكم تستغربون. نعم، التصنع فيه بعد إيجابي، لا أكثر من هذا أقول، التصنع فيه بعد طبيعي. كل كلامنا كان عن وجود هكذا مشكلة تحتاج إلى علاج. لا، أحيانا ليست مشكلة، طبيعة، الطبيعة لا تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى توجيه. هذه الزاوية وهذا البعد المهم الذي يغفل عنه في هذه القضية، لعلنا نتطرق له في وقت آخر، في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. وبحثنا يبقى ناقصا، لأن هذا البعد جدا مهم، ملصق به، ملصق به، جزء مهم من الموضوع. إن كان هذا مشكلة، وهو بالفعل مشكلة، هذا البعد مرتبط به. إن لم يكن هذا من المشاكل، فالبعد هذا ملصق به، يرتبط به. أختم كلامي بحديث شريف. هذا الحديث الشريف
ورد في أصل زيد النرسي. طبعا تعلمون زيد النرسي على الأصح ثقة من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويروي أصله ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، هذا الفقيه الجليل الكبير. زيد النرسي في أصله يقول: سمعت الإمام أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وعشار الملوك وأبناء الدنيا. عشار مصدر المعاشرة، وبمعنى المعاشرة عاشر يعاشر معاشرة، هذا مصدر، وعشارا وعيشارا، هذه ثلاثة مصادر لعاشرة، يعني العيشة مع شخص. إياكم وعشار الملوك وأبناء الدنيا، لا تعاشروا مع الملوك وأبناء الدنيا. لماذا؟ فإن ذلك يصغر نعمة الله في أعينكم. عندك نعم كثيرة، تصغر هذه النعم في عينك. أبناء الدنيا، ويعقبكم كفرا، العياذ بالله تعالى. لا، المقصود هنا من الكفر يعني الكفران، ليس الكفر. لنفرض أولا ممكن أن يكون المقصود هو الكفر، الكفر في مجال العقيدة. لا، ليس المقصود هذا الكفر، أقل شيء مقصود الكفران، كفران النعمة. كفران النعمة شيء قليل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم كفران النعمة إن عذابي لشديد. هذا لو فسرنا الكلمة بالكفران. يعقبكم كفرا، يوصلكم إلى الكفر، أو على الأقل إلى الكفران، العاقبة. وإياكم، فقط المعاشرة مع الملوك وأبناء الدنيا مبغوظ؟ لا، حتى المجالسة معهم مبغوظة. وإياكم ومجالسة الملوك وأبناء الدنيا، ففي ذلك ذهاب دينكم ويعقبكم نفاقا. وذلك داء دوي لا شفاء له. الآن نجالسهم، إذا حدثت مشكلة في النفس في الروح فيما بعد نعالج. لا، هذا مرض لا شفاء فيه. الشخص يذهب إلى البلد الفلاني المنتشر فيه فيروس معين قتال، يصاب بهذا الفيروس، هذا الفيروس لا علاج له. هذه المشكلة من المشاكل التي لا علاج لها، إذا ابتلي الإنسان بها خلص، القلب انتهى، القلب مات، لا يرجع، يحتاج إلى عيسى بن مريم يحيي ميت. هذا القلب مات، الشخص ما ميت، الشخص يعيش ولكن القلب ميت، انتهى. وذلك داء دوي لا شفاء له، ويورث قساوة القلب، ويسلبكم الخشوع. لا نجالس هؤلاء، إذن نجالس من؟ وعليكم يعني جالسوا هؤلاء، عليكم بالأشكال من الناس والأوساط من الناس، فعندهم تجدون معادن الجواهر، أو الجوهر في بعض النسخ. الإمام عليه الصلاة والسلام عاد من جديد يحذر من تلك المشكلة. وإياكم أن تمدوا أطرافكم، أطراف جمع طرف يعني العين،
وإياكم أن تمدوا أطرافكم إلى ما في أيدي أبناء الدنيا. أو فلان عنده الشيء الكذائي، لا تمد طرفك، لا تمد طرفك، يعني لا تنظر نظرة إعجاب. أنا أقول أصلا لا تنظر، فلان عنده السيارة الفلانية، رأيت سيارته جيدة جدا، غمض عينك انظر الطرف الثاني، أصلا ما أريد أن أنظر إليه، شيء مرتبط بالدنيا تافه أيا كان. أعجبتني داره، غير نظرتك، أصلا لا تنظر إليه. وإياكم أن تمدوا أطرافكم إلى ما في أيدي أبناء الدنيا، فمن مد طرفه إلى ذلك طال حزنه. لاحظ الإمام عليه الصلاة والسلام المشاكل التي يذكرها بسبب هذه التصرفات، بسبب هذه الحالة، مشاكل دينية ذكرها، يصغر نعمة الله في أعينكم، يعقبكم كفرا، يعقبكم نفاقا، داء دوي لا شفاء له، يسلبكم الخشوع، يورث قساوة القلب. غير هذا يذكر مجموعة، يعني يذكر بعض الأشياء المرتبطة بالنفس، المشاكل النفسية، ترك مشاكل دينية، مشاكل روحية، هذه مشاكل نفسية. فمن مد طرفه إلى ذلك طال حزنه. تريد أن تبقى حزينا على أمور الدنيا؟ انظر فلان عنده الشيء الفلاني، فلان عنده زوجته حسنة، أنا زوجتي ليست حسنة، المرأة تقول زوجي فلان جيد، زوجي أنا كذا، وإلى آخر القائمة التي لا آخر لها. هذا يصيبك بطول الحزن، طال حزنه ولم يشف غيظه واستصغر. مرة ثانية الإمام عليه الصلاة والسلام عاد إلى مشاكل روحية، وهي الأخطر، المشاكل الروحية أخطر من المشاكل النفسية والجسمانية. واستصغر نعمة الله عنده، النعمة التي عنده يستصغرها، فيقل شكره لله. أخ أخ أخ، العياذ بالله. إذن يا ابن رسول الله ماذا نصنع؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وانظر إلى من هو دونك، بدل أن تنظر إلى ذلك الشخص الذي عنده الدار الفلانية، عنده الزوجة الفلانية، عنده الكذا، انظر إلى هذا المسكين الذي لا يملك مبلغ إيجار شقة تعبانة، انظر إلى هذا حتى تعرف القيمة، قيمة النعمة التي هي عندك. انظر إلى ذاك الذي ما عنده زوجة أصلا، أنت عندك زوجة. انظر إلى ذلك الذي يمشي مسافات طويلة ما عنده، لا أقول سيارة، أي شيء ينقله ما عنده، ما عنده تذكرة باص، يضطر يمشي مسافات طويلة. يوجد هكذا أشخاص، ملايين، مئات الملايين هكذا. وانظر إلى من هو دونك فتكون لأنعم الله شاكرا ولمزيده. إذا شكرت الله يزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولمزيده مستوجبا، أو لعله مستوجبا، بتصرفك، تصرفك يستوجب مزيد نعمة الله سبحانه وتعالى. ولجوده ساكبا، يعني يسبب سكب نزول الجود من الله سبحانه وتعالى عليك. الله عز وجل يقول: ولا تمد دن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. انظر إلى من هو دونك، عندك نعم كثيرة،
انظر إلى النعم الموجودة عندك. أنت أنت، أنت لست غيرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجنبنا ما فيه سخطه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.